انطلقت فعاليات مهرجان الأعياد الوطنية الذي نظمته وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان، وذلك ضمن موسم أعياد البحرين بالتزامن مع احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية. وتفتح القرية التراثية أبوابها أمام الجمهور يوميا حتى 19 من شهر ديسمبر الجاري من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 11 ليلا، ليستمتع زوار المهرجان بمشاهدة العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة. فرق شعبية، مأكولات بحرينية، وبرامج تراثية غنية بمحتواها، ففي كل ركن من أركان القرية التراثية حكاية تتحدث عن مجد سطره الأجداد وعاش على نهجه الآباء، وها هو جيل اليوم يعيش تفاصيله المتميزة من خلال الفعاليات المتنوعة التي تقدمها القرية لزوارها على مدار 10 أيام. تزامنا مع أعياد البحرين واحتفالات البحرين، تم افتتاح القرية التراثية للمرة الثانية بأبهى صورة مثل ما أنتم تشوفون، خلطة حلوة بين القديم والجديد، المساكن أو البيوت قديمة والموجود داخلها جزء منها قديم وجزء منها جديد. ردينا حق زمان الأول، إحنا في القرية التراثية وإن شاء الله يدوم، إن شاء الله خلي ديرتنا ومالكنا يا ربي ويدوم علينا إن شاء الله الأيام الحلوة. إحنا والله مستونسين في القرية التراثية، مرة ثانية يعني السنة اللي طافت لنا يعني مرتين هاللون، ويستونسنا ونعلم عيوننا يسمونا تراث أهلهم وأجدادهم. هي القرية أساساً قرية تراثية، فلذلك إحنا نقدم الأشياء بعد التراثي فيها، فعشان كذي يعني قدوعنا معروف إنه هو تراثي، هلا وغلا. إحنا هلا وغلا عندنا التمر وعندنا القهوة، القهوة والتمر طبعاً هذه من السنين يستخدمونه، يعني كل الدول تستخدم قهوتهم الصبح وتمرهم، هاي قدوعهم الأساسي. عروض تراثية بامتياز تنقلنا إلى زمن الأجداد ليقضي الزوار فيها أوقاتا جميلة ومسلية في القرية التراثية التابعة لوزارة الإعلام، والتي فتحت أبوابها للزوار احتفالا بالأعياد الوطنية، وها هي تنطلق بجملة من الفعاليات والعروض التراثية والتي أسعدت بها الحضور ومنحتهم لحظات فريدة من نوعها ممزوجة بروح التراث البحريني الأصيل. استانست وايد هني وإن شاء الله أي مرة ثانية هني. أنا مستانسة وايد في القرية التراثية، وشفت تاريخ أجدادنا، وشفت المستشفى التراثي، وشفت الفرقة، وايد جميلة أغانيها. عروض استثنائية مثرية تقدم القرية فيها الفن البحريني الأصيل الذي يستهوي زوار هذا المكان خصوصا، وإنها تقدم هذه البرامج وسط أجواء وجلسات تحاكي التراث البحريني العريق. برامج متنوعة، فعاليات تراثية متميزة ضمتها القرية التراثية احتفالا بأعيادنا الوطنية، جسدت من خلالها روعة التراث الذي يحمل عبق الماضي الجميل ممزوج بروح الحداثة، ليعيش زوار القرية أوقاتا جميلة لا تنسى. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.